اليوم الرئيس المدير العام للمؤسسة عنده تركيز وحيد، وأقولها ونحاول فيها المسؤولين، افتعال مسار قانوني يؤدي إلى طرد فلان العدوي من المؤسسة. هذا يسحب مدى سيرتك أنت مكلف الإعلام، وبعد كل مكلف الإعلام لا يمتلك وثيقة اللي تثبت ذلك. يعني استفحال ملاك نتاع تسيب وبلطجة، نقولها بصريح العبارة، وطرحت الإشكاليات هذه على أساس كونها تسير بوضوح بوضوح في اتجاه معاكس لأولويات تونس اليوم، ماشي أولويات الحكومة اللي اعتقدت لي معركة إعادة البناء وإخراج البلاد من الأزمة الخانقة اللي تخبط فيها، خاصة واللي جوهرها هو أزمة اقتصادية. لازم وجب التحفظ، ومكسبت على حتى طرف أنك تحدثت على مناخ موجود، الأسباب نتاعو الأساسي ديزونجاجمون دو ريشار، وهذا ضعف في القيام بأدوارها الأساسية. حاليا تم تكثيف جهود الرقابة لمكافحة التهريب، يعني هذا يتعارض على نفي قانون ظاهرة التهريب غير موجودة، وهذا هو تضارب في الأقوال نتاعو في التصريحات نتاعو. ثاني شيء بالنسبة وثاني حاجة وهذا الأخطر، بعد في ظل خطورة الظاهرة هذه يستعمل عبارة تم التنبيه على المتداخلين، بالله انك تنجموا انقلوها مباشرة، تم التنبيه على المتداخلين في الصناعة مجهولة المصدر. يعني خطورة الظاهرة نواجهها كلمة تنبيه، رغم حتى تكشفت الحقائق. ثم ماذا تعني ضمنيا اللي يعرف السوق بالنسبة للزملاء الصحفيين؟ تقول تم التنبيه على المتداخلين المعنيين بالبضاعة مجهولة المصدر، يعني كون الشركة تعرفهم مسبقا، لأن المتدخلين في وسط السوق، وهي التي تملك السوق وتملك التجهيزات. هذا اعتراف مني كون كان يعرفهم مسبقا ولم يحرك ساكنة إلا بعد صدور الحقائق هذه. اللقاء هذا في إطار تسليط الأضواء على دوافع الحقائق اللي ذكرتها. إيش هي الحقائق؟ إحنا ما سامحني وفضح ممارسات الرئيس المدير العام المؤسسة اللي حاول معناها مجرى الأشياء من قضايا تهم مصالح البلاد تقتضي معالجتها، وقدمت هذا في شكل إيجابي باش نفتح المجال للإصلاح، وهو بيده في المؤسسة تفاعل معها ويعترف في أكثر من وثيقة كونه كثف الرقابة وقاعد يقاوم في ظاهرة التهريب.